يحددون مصير أردوغان اليوم، والمعارضة تعلن تاريخ انهيار السلاطين. صندوق الانتخابات فيها هو اللي بيقرر، مش الدبابة ولا السلاح ولا الجيش ولا الزعيم ولا السيسي ولا حجازي ولا غيره. الشعب التركي على اختلاف ألوانه السياسية بيتحد كله عشان عارف قيمة صوته. عارف ليه؟ لأن الأتراك بيقولوا احي الإنسان كي تحيا الدولة. احي الإنسان بقى مش اعتقله واسحله واقتله في اسم شرطة. احي الإنسان مش تبيع له الوهم وتضحك عليه بشعارات وخطابات عاطفية. ولو كان الحزن يعني هو اللي غالب عليها شوية، الحزن على بلدي وأهلي وناسي، خسارة كانت ممكن شوارعنا تبقى زي شوارع اسطنبول في انتخاباتهم النهاردة. كنت أتمنى أشوف المنظر ده ببلدي. شفت عائلات بحالها رايحة تنتخب، الراجل ومراته وعياله الصغيرين والست العجوزة كله رايح يشارك في الفرحة. هي الركيزة الأساسية لنظامنا السياسي والثقافي والاقتصادي. كرامة الإنسان عند الترك هي الاستثمار الحقيقي عندهم، مش مشاريع الفناكيش.